ترك إيطاليا وراءه ودخل سوريا ناسكا متعبدا، واختار أحد أديرتها مكانا لإقامته واعتكافه. وعلى امتداد 3 عقود فهم المجتمع السوري، وفهم بالتالي أن الثورة كانت ضرورة ملحة، فانحاز لها تاركا صومعة التعبد إلى الساحات الغاضبة. فكسب بذلك راحة الضمير ومحبة السوريين وتعصبا من نوع آخر. أنا اسمي باولو، يعني بالعربي بولس، وأصلي من إيطاليا، بس صار شرشي هلأ سوري، تعصب سوري. 8 سنوات مرت على اختفاء الأب باولو دالوليو في مدينة الرقة على يد تنظيم داعش. فما الذي دفع بكاهن مسيحي للذهاب بنفسه إلى مكان يوجد فيه التنظيم الراديكالي المتشدد؟ للجواب على هذا السؤال علينا العودة 80s، تحديداً إلى العام 1982. ففي هذا العام وصل الأب باولو إلى دير مرموس الحبشي في منطقة القلمون السورية. كان الدير مهجوراً، لكن الكاهن الإيطالي أخذ على عاتقه مهمة إعادة ترميم المكان وتحويله فيما بعد إلى مركز للحوار الديني بين المسلمين والمسيحيين. فتحول الدير مع مرور السنين إلى مكان جذب للسواح والمتعبدين من كافة أنحاء العالم. أنت انظر إلى عدد الناس في سوريا الذين ذاقوا الضرب في الجيش، في المدرسة، في فرع المخابرات. هذا هائل، بركان. هذا بركان له فلينة. صحيح، إذا راحت الفلينة شو بصير؟ انفجر. في العام 2011، أي بعد 29 عاماً على استقرار الأب باولو في سوريا، اندلعت الثورة. فرأى الرجل نفسه أمام موقف أخلاقي متمثلاً بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الذي يعرف معاناته حق المعرفة. مع بداية الثورة كتب الأب باولو مقالاً بعنوان نداء الميلاد، دعا فيه إلى إرساء ديمقراطية مدنية وتوافقية في سوريا. ثم نزل إلى الشارع مشاركاً في المظاهرات والنشاطات في مختلف المجالات، وحتى رجال المخابرات كان لهم نصيب من نصائحه. إذا بيقولكم النظام أنه هؤلاء مأجورون مثلاً، بما فيه الأب باولو مأجور، يعني والجاكيت هيك حالته، اتعرفوا عليهم، ممكن يكونوا في الحبس، أنت مسؤول في الحبس عنهم، منا شايف بعينك إنه هذا منه مأجور، هذا مقتنع، هذا عم بيبزق دم قدامك. لم يرق لنظام أسد نشاط الأب باولو، فأصدر قراراً بإبعاده عن سوريا في صيف عام 2012، لكن هذا الإبعاد لم يكن سوى بداية جديدة. I think that we need the protection of civilians. نشط الأب باولو إعلامياً وخاطب العالم بكل اللغات التي يعرفها من أجل حماية السوريين، وقدم على شاشة أورينت برنامج إقامة مؤقتة لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين السوريين المنتشرين في دول الجوار، وهو البرنامج الذي استمر الأب باولو بالعمل عليه حتى يوم اختطافه. المسلمون المرتاحون يعتدلون، المسلمون المظلومون يتشددون، فلنفهم من التاريخ. حاول الأب باولو تطبيق رسالة الحوار بين الأديان خلال نشاطه في الثورة السورية، وعلى هذه النية توجه في تموز يوليو 2013 إلى مدينة الرقة للقاء قياديين في تنظيم داعش الذي لم يكن قد أعلن حينها قيام دولته في الرقة. أما عن سبب اللقاء فكان من أجل السعي لإطلاق سراح ناشطين سوريين وصحفيين أجانب كانوا محتجزين لدى التنظيم. ذهب الأب باولو ولم يعد، ومنذ تاريخ 29 تموز 2013 تضاربت المعلومات حول مصيره. فمرة يقال إن التنظيم قد قتله، ومرة يقال إنه حي يرزق، وبين هذا القول وذاك يبقى الأب باولو خالداً في عقول وقلوب السوريين الثائرين المؤمنين بسوريا الحرة
ويبقى أيضا رمزا وطنيا سوريا رفض الاستبداد والتشدد، فكان بذلك نقطة التقاء للسوريين الثائرين بمسلميهم ومسيحيهم. ويبقى فوق كل هذا نموذجا لرجل الدين الثائر الذي يرى في الدفاع عن الخلق طاعة وتقربا إلى الخالق. لو ما كان دير مار موسى هو مكان للاعتكاف، ممكن كان يكون مكان تاني؟ أنا بروح إلى أي مكان، إذا داقد مطرح بنغير غير مطرح، ما عندنا مشكلة. قدام الله شحدي في سبيل الله، ما عندنا محل إلا المحل اللي الله بيأمرنا بخدمته فيه. Thank you.